اللي عمله ابنك شي مو معقول يا رضا، وطبعا علي بده يجن منه. وقفوا الزلمه ساعتين ثلاثه بالمخفر ومفتشين كل شي بالورشه، قلبوها فوقاني تحتاني. المعلم علي معه حق، خليه ما يرحمه ابدا ويقطعها من يوميته. وانت حطيت ايدك تحت حجر كبير يا رضا، لشو عملت هيك؟ كيف رح تدفع كل هالمصاري؟ يا سيد فيسال، انا شو كان لازم اعمل؟ انا لحد اليوم ما اكلت 5 قروش بالحرام من حدا. طب قديش رح تدفعوا تماما يا رضا؟ 70,000. يا لطيف، كل هاد؟ الحق السيارة 300,000 ليرة يا فيسال. هي العملة اللي عملها ابنك كبيرة كتير يا رضا، ما عجبه يسوق غير هالسيارة. 70,000 ليرة هدول قد ما تدفع ما بتخلص. والله يا فيسال كنت مخبي المصاري اللي اجوني من المزرعة اللي بالبلد، هني 3,000 يا أربحة. انت وين ومبلغ 70,000 وين يا رضا؟ المزرعة مو حل، لازمك حل تاني. بصراحة وأنا هيك كان قصدي يا فيسال، وأنا جاي لعندك لهون مريت الصبح على البنك من شان قرض، طلبوا مني كفيل. قلت إذا أنت شغلة البنوك شغلة خطرة يا رضا، لا تدخلني فيها. هدول البنوك بالعادة بيشلحوا الواحد تيابه الداخلية. والله يعني لو يطلع بإيدي كنت عطيتك المبلغ بتعرف، بس عندي هلأ دفع ضريبة التاكسي وفوق الأقساط. وإلا أنا بعرف يا فيسال، بعرف، بس أنا كمان ما عندي حل غير إني اقترض قرض من شي بنك. يعني أنا شو بقدر أعمل غير هيك؟ مو مشكلة يا معلم. شو عم تعمل؟ أخي رضا خليه علينا، أنا بحاسبه. ماشي، يسلم.